عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية، فالجميع يصبح كيد واحدة، صغار كبار، نساء ورجال، وحتى الأطفال. ملك ملكنا وسحرة سحرقنا وما نسمح حتى حاجة علينا. ودي مسحرة مغربية. اليوم شاركت في التظاهرة اللي عجبتني بزاف بمشاركة وحدتنا الترابية، والله يخلي لنا السحرة ديالنا المغربية وتبقى تاعهم. حنا فرحانين جينا شاركنا في هذه التظاهرة بمناسبة وحدتنا الترابية. أنا فرحانة بزاف حيتاش جينا شاركنا في هذه المنطقة وبمشاركة وحدتنا الترابية. مؤسسة البشير للتعليم المدرسي الخصوصي نظمت صباح اليوم سباقا على الطريق، اختارت له عنوان الحياة المدرسية في خدمة وحدتنا الترابية. هذه الفكرة حقها هي فكرة كانت تعتنقها مؤسسة البشير منذ البداية، منذ سنوات عدة. فكرة الماراثون الرياضي أولا تشجيع الشباب المغربي على الالتحام بالأفكار المواطنة والأفكار التي تتعلق ب يعني الإنسان المغربي والثقافة المغربية. ولكن في هذه السنة شعار الماراثون هو وحدة التراب الوطني. وفي الواقع أنا شخصيا يعني ابن هذا التراب الوطني، عشت لحظة ديال المسيرة الخضراء في سنة 1975، وأنا ذاك كانوا منظمين رياضيين كبار اللي ساعدونا أننا نعيشوا هذاك العرس سنة 1975، ونشرت هذه الفكرة منذ سنوات على أساس أن حنايا مغاربة وبأن الصحراء صحراء مغربية. ومن خلال هذا النشاط الرياضي والثقافي بغينا أن الشباب المغربي المراكشي ليس فقط في مؤسسة البشير ولكن المراكشي أن يعيش هذا العرس كما عشناه نحن في سنة 1975 بشكل كبير وبشكل رائع. الكل تجند لإنجاح هذا السباق، ممثلو لمعظم المؤسسات التعليمية بالمدينة الحمراء، وحتى أطفال ديور الإيواء المتخلى عنهم حطوا الرحال أمام مؤسسة البشير للمشاركة في هذا السباق. الحمد لله نشكره أنه جو داز يعني بامتياز. الإخوان كلهم كانوا مجندين. تنشكر السلطات، تنشكر الشرطة، تنشكر الولايات ديال الأمن والولاية ديال مراكش تالت أو مراكش أسفي، وتنشكر جميع الإخوان. المشاركة لم تقتصر على الأطفال المغاربة فقط، بل حتى أشقائنا السوريين أبوا إلا أن يشاركوا في هذا الملتقى. أنا من سوريا، جئت لهنا لأشارك مع أصدقائي في مؤسسة البشير وشكرا. وصل الشباب والشابات لخط النهاية فرحين ومسرورين بالدخول بالمراكز الثلاثة الأولى. الحمد لله نجحت، أنا من درجة في الجيولوجي والحمد لله نجحت في الماراثون. أنا شاركت في هذا الماراثون وخا كنت اعتزلت واحد المدة، ولكن إن شاء الله منين ربحت اليوم عادي نقدر أني نعاود نجر من مرحلة جديدة. سعادة زوينة. هذا تاني ماراثون كنشارك فيه، وهادشي داروا لينا باش نتحدوا بيناتنا. الأولى هيا هيا. وهادشي مزيان مزيان لينا باش نديروا شحال من حاجة ونتفقوا بيناتنا وما تكونش بيناتنا شي حاجة ماشي هاتك. طيب هذه الحالة أنا سعيدة بالمشاركة ديالي في هذا الماراثون، ونتمنى إن شاء الله المرة الجاية نحصل على المرتبة الأولى. سقطوا بعدما وصلوا لخط النهاية لأن العياء دب لأجسادهم، لكنهم لن يتوانوا ولو للحظة في الدفاع عن صحراء قال عنها المغفور له الحسن الثاني ذات يوم: الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها.